طيب، هل فيتوريا أو كارلوس كيروش عرضا عليك في أي لحظة من اللحظات التواجد معهما في تدريب منتخب مصر؟ هل وصلك أي عروض عموما من أندية في مصر في السابق؟ حسنا، أنا سعيد في إنجلترا بداية مع ماركو سيلفا في آخر سبع سنوات، خبرة رائعة لي، أفضل دوري في العالم، أنا أستمتع بتواجدي هنا، ولكن بشكل رسمي لم أتلقى ولكن من ست سنوات تقريبا تلقيت بعض الاتصالات للعمل في ناد بدأ كمشروع كبير في هذا الوقت، وأن أذهب إلى هناك حوالي 2017 أو 2018 لا أتذكر بالتحديد، ولكن نادي بيراميدز. Is it Pyramids Club? أعتقد أن لديكم مدربين كبار الآن في مصر، لديكم الرغبة الملحة للاعبين لإظهار المهارات المصرية. أعتقد أن المدربين البرتغاليين ناجحين بشكل كبير في تاريخ الدوري المصري مع بيراميدز الآن باتشيكو، وأعتقد كان الأمر شيقا أن نرى المنتخب المصري تحت قيادة برتغالية بهذه العقلية الرائعة، وأيضا جيزوالدو فيريرا، مانويل جوزي، العديد من المدربين البرتغاليين الذين قادوا الأندية المصرية حققوا العديد من النجاحات. هو دوري لديه الجودة العالية على مستوى الفني، على مستوى اللاعبين. ربما من يعلم ربما في المستقبل أكون في مصر، ستكون مغامرة رائعة في دوري رائع، ولكن كما قلت الدوري الإنجليزي دوري رائع، ولكن لنرى في المستقبل.